أحسن الله إليكم سماحة الوالد. تقول السائلة: المرأة المحدة التي مات زوجها هل لها أن تزور والدها المريض في النهار؟ المرأة تقول أحسن الله إليكم: المرأة المحدة التي مات زوجها هل لها أن تزور والدها المريض في النهار؟ لا بأس، نعم، إذا كان والدها مريضا تزوره في النهار، وأما في الليل فتبقى في البيت. نعم.